يعتري سكان بغداد منذ عده ايام القلق والغضب الكبيران من جراء متلازمه التلوث التي يسجلونها كل يوم خلال ساعات الليل حيث تتحول الاجواء الى مضببه مع انتشار كبير لرائحه الكبريت وسط مناشدات متكرره يقابلها اجراء حكومي اقتصر فقط على تشكيل لجنه تحقيقيه بهذا الامر وهو الاجراء المتبع في العراق منذ عقدين لتميع أي قضية أو ملف بيانات تتبع جودة الهواء تشير إلى أن نسبة مؤشر التلوث في بغداد في حالة شديدة وتراوحت درجاتها ما بين 196 و 200 في الوقت الذي يجب أن يتراوح هذا المؤشر ما بين 0 إلى 50 درجة ومع تصريحات وزارة البيئة التي وصفت بالضبابية تستمر التساؤلات عن سبب ومصدر هذا التلوث ورائحة الكبريت حيث تنتشر احاديث عن ان المعامل والمصانع وحرق النفايات جميعها تقف وراء هذا التلوث المستمر. فيما تشير اراء اخرى الى وجود اتفاقات من قبل تجار النحاس وما يطلق عليهم بجامعي المخلفات على استخدام ساعات الليل لحرق مساحات كبيره من المعادن في المطامر العشوائيه. خبراء بيئيون حذروا من عواقب صحيه وخيمه اذا استمر الوضع على حاله دون تدخل حكومي فعال. كما اكد المختصون ان الوضع البيئي في بغداد اصبح مصدر قلق متزايد، خاصه وانها تعد واحده من اكثر المدن تلوثا ليس في العراق بل في العالم ايضا. ورغم تفاقم الوضع انتقد مراقبون غياب التحرك الحكومي الجدي لمعالجه المشكله، مؤكدين انه لا توجد برامج فعاله لرصد مستويات التلوث في الهواء او لتنظيم الانبعاثات من الصناعات ومحطات الطاقه وعوادم السيارات التي اصبحت شوارع بغداد تكتظ باعدادها